بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة، مرحبا بكم في مؤتمر الدفاع البحري نافدكس الذي هو جزء من مؤتمرات الدفاع آيدكس. مؤتمر الدفاع البحري هو المكان الأمثل لإجراء مناقشات عالية المستوى تركز على مستقبل القوات البحرية، وسيتضمن مؤتمر نافدكس ندوة آيدكس للدفاع والأمن البحري، والتي هي حدث رائد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يجمع المؤتمر كبار الضباط وصناع الدفاع وخبراء البحرية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الدور المتغير للقوات البحرية وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهل هذا التغيير. كما سيبني المؤتمر علاقات بين الحكومات الصديقة والقطاع الصناعي لتشجيع التعاون والمساعدة في إعلان القرارات والاستثمارات والبحوث. والآن أتشرف بدعوة سعادة اللواء الركن بحري طيار سعيد بن حمدان آل نهيان، نائب قائد القوات البحرية في دولة الإمارات، والذي سيلقي الكلمة الافتتاحية، فليتفضل مشكورا. السادة والسيدات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن اللجنة المنظمة لهذا الحدث الكبير، يشرفني أن أرحب بكم بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في أبوظبي، والتي تحتضن خلال هذه الفترة معرض الدفاع الدولي آيدكس 2015 والمؤتمرات المصاحبة له. نجتمع هنا اليوم ضمن فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي والذي خصص للجانب البحري، حيث نفتتح اليوم فعاليات معرض الدفاع البحري والذي سيتحدث فيه نخبة من القادة البحريين، إضافة إلى عدد من المختصين في مجالات الدفاع بالقوات البحرية، وستتخلل ذلك عدد من المناقشات التي تضيف ما هو جديد في مجال العمليات والتكنولوجيا البحرية. أعزائي الحضور، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم جزيل الشكر لجميع من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإلى جميع المتحدثين في هذا المؤتمر. أمل للجميع الاستفادة والاستماع استمتاع بالمؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.